بسم الله الرحمن الرحيم. اخوتي الكرام، اشواطنا ما زالت متواصلة ومستمرة. شوط يطلو الاخر علينا تطلق شوطنا 18 الذي خصص لفئة القعدان الحقائق. مسافتنا هي مسافة 3 كيلومترات، هي المسافة الحاضرة في هذا الصباح. مباشرة نذهب وإياكم إلى البداية، إلى المقدمة الأولى لنتعرف من الذي استفتح الإذاعة. ياتي شكلان عمر بن مبارك بن راشد الحميري من يقدم لنا قفلان على أولى المراكز، بينما ثاني النداء من ياتي تواق أحمد بن محمد بن صغير المحرمي من يقدم لنا تواق على ثاني المراكز، بينما ثالث الأسماء ياتي هنالك الخلاوي سالم بن سعيد بن كاسب المسافري من يقدم الخلاوي على ثالث المراكز، بينما رابع النداء من ياتي ويتقدم شباب راشد علي بن مطر، هنالك الاكتبي من يقدم لنا شباب على رابع المراكز، بينما خامس التحديات من ياتي وضاح محمود بن ناصر الدرعي يقدم لنا وضاح على خامس المراكز. الدور دور المركز السادس، التدخل هنالك من قبل الاسد سالم بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي من يقدم الاسد على سادس المراكز. سابع الاسماء تقدم في هذه اللحظات الباهر حمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري، بينما المركز هنالك الثامن من ياتي ويتقدم هنالك مبهج خليفه بن عبيد بن حسن بن ركاض من يقدم لنا مبهج على ثامن المراكز. وتاسع الاسماء ياتي قماري حميد بن العبد بن حميد المنصوري يقدم لنا قماري على تاسع المراكز، بينما عاشر النداء من ياتي ويتقدم هنالك المتقدم الغالي محمد بن سالم بن محمد العفاري. اخوتي الكرام، نكتفي بالعشر المراكز الاولى المتقدمه، هنالك خلف العشر اسامي لم يحظ ظهورها، نترقبها مع الكيلومتر الاخير. نعود واياكم الى البدايه، نعود واياكم الى المقدمه الاولى، انطلاقه شباب واندفاعه شباب. راشد بن علي بن مطر الكتبي من يقدم لنا شباب على اولى المراكز واولى التحديات. ثاني المراكز ياتي تواقه احمد بن محمد بن صغير المحرمي القادم على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث الوصول والقدوم من قبل هنالك الواصل القفاية عبد الله بن سعيد النعيمي قادم على ثالث المراكز يقدم لنا القفاية. رابع النداء وصل في هذه اللحظات عمار راشد بن محمد بن عيلان المنصوري، وصل وخذ المركز الثالث في هذه اللحظات. الوصول ايضا هنالك من قبل القادم اشقر محمد بن عبيد بن مرخان الاكتمي الواصل، وصول ايضا من منذر سلطان بن مبارك بن عامر الحبسي وصل في هذه اللحظات واخذ المركز الخامس. تدخل رائع من قبل منذر، تدخل مميز، وصل منذر في هذه اللحظات واخذ المركز الثالث سلطان بن مبارك الحبسي. لكن اخوتي الكرام، نعود الى البدايه، الى عمار وانطلاقه عمار. راشد بن محمد بن عيلان المنصوري بدل في هذه اللحظات هنالك شباب راشد بن علي بن مطر الاكتبي، وصل منذر في هذه اللحظات واخذ المركز الثاني سلطان بن مبارك بن عامر الحبسي. الوصول ايضا هنالك من قبل الخادمه وصل القفاي عبد الله بن سعيد النعيمي، ولكن نعود الى الكوكب الثلاثي، الى شباب، الى شباب. منذر 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 من الجانب الاخر، منذر من الجانب الاخر. مر مرور الكرام سلطان بن مبارك الحبسي، شباب شباب شباب، راشد بن علي بن مطر الكتبي، ومنذر منذر منذر ابو مايد، منذر ابو مايد. سلطان بن مبارك بن عامر الحبسي، روح الى السلطنه، روح بالسلام الى السلطنه، الى اهالي ميدان المشرف. اسعدتم صباحا يا اهالي ميدان المشرف، مشكور يا ابو سعيد راك بن مبارك الحبسي، مشكور يا ابو سلطان حمدان بن مبارك الحبسي، المتابع الاول لانطلاقة اهالي ميدان المشرف، لانطلاقة منذر سلطان بن مبارك الحبسي، يبرز قوته في هذا الصباح. مشكور يا ابو مايد، مشكور. سلام ميدان المشرف، سلام سلالة منذر المختبر تثبت قوتها في هذا الصباح. سلام 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 لصالح بن مبارك الحبسي، مالك منذر من فاز وانتصر، تهانينا والناموس لك على هذا الفوز الجميل والرائع. مشكور مشكور باسم الجمهور يا مالك منذر. بينما المركز الثاني حل شباب، من حل في ثاني المراكز واهدى مالك راشد بن علي بن مطر الاكتبي ناموس المركز الثاني. المركز الثالث من حل هنالك عقلان سالم بن احمد بالحوته العامري. نعود ونهني مالك منذر سلطان بن مبارك بن عامر الحبسي، وصل خط النهايه، قطع المسافه 3 كيلومترات بتوقيت مميز 4 دقائق 26 ثانيه. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.